التنفس ديال طنجة واعر بزاف صراحة الله. نادم كيخرج فوج على وليداته وطنجة راه كبرت مرقة لمات وشي كل شيء وهادشي ما كل واحد فيه شي رميلة تعاود جبرة عمراء بجينا جبرة عمراء شقر عمر سيدي قاسم تبارك الله كيمشى في شاطئ كبير صراحة الله زعما واعر ماشي زعما مع وليداته في العشرين إن شاء الله عاوتاني الكورنيش ديالو عاوتاني حتى كتشوف كما كتشوف العولني كيلعبوا صراحة الله متنفس واعر طنجة بالنسبة لي. الحاجات اللي خصهم يتزادوا راه ما يتزادوش بحال نقول لك دابا بحال مثلا الطواليدات ربما كاين واقيلا الحاجات اللي مهمين وسالم الحياة الإنسان عارف كاد بنادم كتجيبها إذا ولادو هذيك الطواليدات يكونوا بزاف الحاجات يعني بزاف الأمور. بالنسبه لهذا الكورنيش هذا يعني مزيان كل شيء مزيان كل شيء هو هذاك مازال ان شاء الله غيزيدوا يصاوبوه القدام فوق عاوتاني راه ماشي نوصلوا للرومبا اللي كتدخل المدينه الجديده ربما يزيدوه حتى لغابه امريكا اسرته العائله يعني كيجيو هنا كيبقاو حتى جوج انا براسي هنا كنبقى جوج ثلاثه اللي كنبقى هنايا يعني الامان كاين حتى شي واحد يعني ما كيتاذى ولا شي حاجه جلس هنا وخدبات هنا حتى الصباح يعني راه ما كاينش اللي غيأذيك ما كاينش اللي غيهضر معاك. بالنسبه لهاد الكورنيش هذا يعني زين هاد المناطق بالنسبه للحجريان مع جبيله مع يعني عطاهم واحد شويه ما بقاش مهمشه بزاف ولا بنادم كيجي من البعيد ومن القريب يعني اي واحد دابا بالنسبه لهاد الصيف هذا اي واحد جا من اي مدينه ضروري كيزور هاد البلاصه هذه شحال هذه كان كيجي غير الناس اللي عارفين هاد البلاصه هذه هما اللي كيجيو ليه واخا غيجيو لهنا ما غيعرفوش يعني ما كان فين يجلسوا يعني كانت هذه هنا غير في وقت الشتاء الغايس في وقت الصيف ما فيه والو يعني غيجي غيهبط للبحر يتمشى شويه في الرمله غيمشي بحاله دابا لا دابا غيهبط غيجي هو وليداتو غيهبط غيبحر غيبحر غيطلع لهنايا يخلي وليداتو يلعبوا هو غيجلس يدي قهوه يتقهوى يجلس مرتاح يعني بالنسبه عاوتاني هما غيتحلوا هاد الباركينات ما يبقاش هاد الحديد كامل هنا في الشانطي غتخفف شويه الطريق هو اللي يدخل الناس غيدخلوا للباركين كاين باركين هنا كاين باركين الفوق يعني شويه ماشى وكتحسن مازال هاد التيران هذا ديال بالنسبه للكره عاوتاني غيتحل هاد التيران هذا باللي بغى يلعب الدراري كبار يجيو يلعبوا كره يبحروا ربما عاوتاني نطلبوا الله يعملوا هنايا المراحيض دوتشات بنادم في وقت يبحر يطلع يدوش فهمتي كيف. بالنسبه صراحه للكورنيش هنا جانا قريب بالنسبه لي انا اللي ساكن في كزنايا بدا من شبار طاكسي ب 8 درهم وما كايناش دابا حاليا في الصيف كاكتضاد كارثي وتسعود عاوتاني ديما عامره خاصك بالقليله وحال 60 دقيقه ولا 50 دقيقه باش توصل لايبيريا وعاد تزيد تعاود المرقاله ولا تمشي للبلايا الدنيا عامره بزاف تماك فهنا الدنيا كما كتشوف مخفه شويه الدنيا مزيانه صراحه وقريبة علينا هذا هو أهم حاجة خمسة دراهم عندك خمسة دقائق أنت هنا عاوتاني ملي كنبغي نرجع خمسة دقائق أنا تما كاين العائلة دابا كتلقى العائلة هنا بزاف الناس كيلقاو فين يجلسوا فهمتي ماشي بحال الأول خصك ضروري يكون عندك طوموبيل واخا ما عندكش طوموبيل غاتجي تلقى فين درياح بالنسبة دابا الأغلبية العائلات اللي لاحظتي بالنهار كانوا مبحرين دابا هما مريحين هنايا ماشي ماجين كيلعبوا في هاد الآلات اللي عملوا جدادين هنا صراحة فضاء مزيون. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.